اسكت يا بنت. عانت ايه بس؟ مش فاهم ستك حدفتك عليها الحدفه السودا دي ليه؟ ده وقته؟ وقال له ايه؟ قال معزم الولده اللي ولد الولد. ما تتكتم يا بنت، عايزه ايه؟ ايه؟ جعانه؟ جعانه يابا. حاضر يا ابني، هنروح دلوقتي عند خالتك تاكلك. انا فاهم كان ايه لازمتها الشبكه السودا دي. منك لله يا فتح الله، منك لله. ده مين ده اللي هيخبط عليا؟ قاعدين نسيبوا شال الجنين. طيب حسب الله. ازيك يا سكين؟ ده ايه يا اخويا الشقة الغريبة دي؟ ازيك يا بنتي يا بدي؟ عكبرت اهو. تعرف حد خالتك؟ تعالي يا اختي كل. خش. تعالي اقعدي اقعدي. خدي يا اختي كل. ما قلت لك هتلاقي عند خالتك احسن اكل. يعني ما بتسأليش يا سكينة؟ وانتوا يعني يا اخويا اللي كنتوا بتسألوا؟ بنت اصلها ما دقتش طعم الزيت من الصبح. قالوا لي امك ما رضاش حتى تفطرها. امال فين امها؟ لو انت ما تعرفيش. ريا مالها؟ جرالها حاجة؟ انت يا حسب الله. ما تتخضيش قوي كده، دي بسبع طواح بس هي اليومين دول مشرفة في السجن. سجن؟ ليه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ انا كمان اصلي ما دقتش الزيت. ما عندكيش حاجه كده مخليلها؟ هو انا يا اخويا كنت بشم على ظهر ايدي عشان اعرف انك جاي. قول لي يا اختي ريا عملت ايه؟ مدت ايدها على حاجات مش بتاعتها. سرقت؟ خبتك يا ريا واتقفشتي. بس حقيقي بقى تسلم ايديكي، الاكل ده عالي العالي. جاي لي هنا ليه؟ تكونش عندك مصلحه؟ ولا يمكن عايز ترجع تشتغل تاني غفير في اليغمه بتاعت الخواجه اللي كنت بتهلبه؟ لا انا جاي اطمن عليكي واشقر. لا يعني ما قلتليش بلا افيه جوزك فيه؟ مسافر. الله، طلقك؟ الملف السعدي يا حسب الله. هو لازم يطلقني عشان يسافر؟ اصل لا مؤاخذه يعني، ده اللي زي ده يسافر فين؟ راح مع السلطه بلاد بره. انت ما قلتليش اختي ريا اتحبست قد ايه؟ تمام يا فندم. استنى انت بره لحد ما يجيلك. تمام يا فندم. ريا قربي تعالي. ابنك مش هيستنى معاك هنا في السجن، خلاص بقى عنده سنتين. عنده سنتين يعني هتقتلوه؟ ده ابني لسه صغار، انا ما نقدرش نسيبه. دي لوائح قوانين، وده في مصلحة الولد علشان ما يقعدش في وسط المجرمين. مجرمين ايه؟ هو ليه حاجة يعرف السبب من العمى؟ وانا طالعة كمان شهرين. القانون قانون، ممنوع أي واد يقعد في السجن إلا إذا كان سنه أقل من سنتين. ده إيه النصيبة دي؟ رايحة فين يا بنت يا بديع؟ رايحة ألعب. العبي هنا قدام الأوضة، ما تخرجيش بره في الشارع. ألفي لك سيجارة؟ مش مزاجي. انت مزاجك مفتخر قوي، لسه بتشربي الكونياك اياه؟ منين يا اخويا؟ ما خلاص راح وراحت ايامه. ما هو انت اللي اتبطرت على النعمه. الراجل اللي كان بيجيبه لك لبستيه قرين. قفل على السيره دي يا حسب الله. ما هو الكلام هو اللي بيجيب بعضه. انا شايفه كده يعني انك مش جاي تطمن عليا. قصدك ايه؟ اللي في نيتك قول. قول ما انت وشك مكشوف. لا ما هوني نويت اقعد هنا بقى على طول. طيب يا اخوي ادور لك على اوضه هنا حواليا. لا مش وقته. اما تبقى ريا تطلع من الحبسه هترجع كفر الزيات؟ لا انا ما عادليش عايش في كفر الزيات.
انا هقعد هنا عندك شويه كده لغايه ما اوضب امور. نعم تقعد عندي هنا فين؟ هنا في مطرح. مطرحي؟ عايز الناس يقولوا عليا ايه؟ عايز جيراني يقولوا عليا جايبه راجل يعيش معاها؟ خص عليك يا سكينه، هو انا راجل؟ امال انت ايه؟ مره؟ لا يعني ما اقصدش كده، اقصد ان انا مش راجل غريب، انا جوز اختك. لا يا اخويا معلش، انت عندك معارف كتير قوي هنا، شوف حد منهم وروح عيش معاه. انت يرضيكي برضه بديع تعيش وسط ناس اغراب؟ الواحد يخاف عليه، ولاد الحرام بقوا كتير. ولاد الحرام؟ ولاد الحرام ده ايه يا اخويا؟ البت لسه صغار، مين ده اللي هيبص لها؟ قول يا راجل كلام مفهوم. يما بس الدنيا بقت وحشه قوي ومحدش ضامن. هقول ايه ولا اعمل ايه مع راجل ما عندوش مروه عايش على قفا مراته؟ عيني على إنسان ضايع طريد النوم، بايت على الحرمان بين السهر والصوم. عيني على إنسان ضايع طريد النوم، بايت على الحرمان السهر والسوق. دافن في صدر غريب زي السمك في النيل، دافن في صدر غريب زي السمك في النيل، على ناس محيرتهاش غير النصيح واللوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول يا فكير. في حاجة يا شاويش؟ هو فين الجدع اللي اسمه حسب الله سعيد ده يا ست؟ هو انت شايف في حد قاعد؟ ليه؟ هو عمل ايه؟ هو فين يا ست؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. موجود منين؟ ما هو مفيش حد. هو عمل حاجة؟ ما عملش حاجة، بس زيادة البين مأمور عايزه. مأمور؟ وتقول لي ما عملش حاجة؟ أيوة، أصل جات لنا إشارة من أول طنطا وهم عايزينه هناك. طب ورحمة فتح الله أخويا، أنا عمري ما عملت حاجة في طنطا دي، ولا عمري حتى دخلتها. أنا مش فاهم أنت ليه مش عايزة تصدقيني. يعني هو الطمن كان هيتبلع عليك يا راجل أنت؟ ما تقعد عوج وتتكلم عادل. هو كانوا هيطلبوك في الطمن يعني من باب للطاء؟ إيه مستقصدينك؟ ما أنا على يدك من يوم ما جيت اسكندرية. أنا كافي خير شر، من القهوة للبيت ومن البيت للقهوة، وأنا بتورب. يا سكينة عصب الله ما أكدبش، أو ماشي في السليم.